بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديثنا اليوم عن الآية الكريمة التي تحدثت عن شهر رمضان المبارك، من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية الكريمة اشتملت على معان عظيمة وكبيرة. أول معنى عن نزول القرآن، ونزول القرآن هو نزول الهدى من السماء إلى البشر في الأرض، به هدايتهم وبه صلاحهم وبه نجاتهم وبه مجدهم، وكل عز وثناء إنما كان في هذا الكتاب الكريم. والآية الكريمة تحدثت عن نزول القرآن في شهر رمضان، ولكن ليس في كل رمضان، وإنما خصت السورة الأخرى نزوله في ليلة القدر، من قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ونزول القرآن كما قال المفسرون نزل من عند رب العزة سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل متفرقا على مدار الأيام والشهور والسنوات، إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. فنزل في مكة، ونزل في المدينة، نزل في الصيف، ونزل في الشتاء، ونزل في الخريف، ونزل على مدار الأيام، نزل في الليالي، ونزل في النهار، وهكذا. والآية الكريمة أيضا ذكرت فضل القرآن الكريم، وليس بعد فضل القرآن فضل، فهو كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يتذاكر مع جبريل عليه السلام مرتين القرآن الكريم، ويتلوه مرتين، وذلك لفضل هذا الشهر الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن الكريم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي القرآن والصيام، الصيام يقول: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات. ويأتي القرآن يقول: يا رب منعته النوم في الليل وكان يتلوه في النهار. فيأتي يوم القيامة ليشفع لصاحبه. وتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، وتأتي سورة تبارك لتمنع عذاب القبر. ففضل القرآن عظيم وكبير، والمسلمون في هذا الشهر الكريم عليهم أن ينتبهوا لهذا الفضل، فلا يدعوه يذهب دون أن يغتنموا منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا شهر الخيرات، وشهر المبرات، وشهر الطاعات، وشهر الصالحات، وشهر تلاوة القرآن، وشهر التراويح، وشهر التسابيح، وشهر زيارة الأرحام، وكل خير إنما كان يجري في هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات عند الله عز وجل. من بركة هذا الشهر أن الحسنات تتضاعف. أسأل الله أن يضاعف حسناتنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.